من جهتها، أكدت تنسيقية تظاهرات محافظة الديوانية أن المطالب التي رفعت من قبل الحكومة المحلية إلى اللجنة الوزارية الخاصة بتسلم طلبات المتظاهرين لم تمثل مطالب المتظاهرين من أبناء المحافظة. وقال عضو التنسيقية في الديوانية كريم الزبيدي إن المطالب خرج من أجلها المتظاهرون بداية الشهر الحالي كانت تتضمن حل مجلس المحافظة وإيجاد حلول للعاطلين عن العمل والبطالة، فضلا على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات وإطلاق الدرجات الوظيفية وعدم التلاعب بها.